ورجعنا لكم بعد الفاصل، وعملنا في الجزء الاول بطاطا محشيه بالبسطرمه، طبق جديد وطعم مختلف، وشفتوا الخلطه كانت حلوه قد ايه، طعم وريحه كمان كانوا حلوه قوي. وحشيناها وسقيناها بالصلصه اللي احنا عملناها، وفي الاخر رشيت عليها جبنه شيدر وغطيتها ودخلتها في الفرن، وهي حاليا في الفرن عبال ما نعمل مع بعض طبق تاني مغذي برضو بس مش تقيل يعني خفيف. هنعمل لسان العصفور بالزبيب والقراصية. رمضان رمضان وحاجات رمضان، لازم بقى ايه نستغل كل حاجة. اول حاجة انا هعملها ان انا هحمر لسان العصفور علشان خاطر ممكن يتعمل على فكرة بالشعرية. انا اخترته لانه بيبقى خفيف وطعمه حلو، يعني مش كل يوم بقى هيبقى مكرونة ورز ومكرونة ورز، نعمل حاجة مختلفة. هنجيب بس كده، نحط شوية زبدة عشان نحمر لسان العصفور، ممكن نحط شوية ايه كمان معاهم، يعني زيت زيتون كده. انا هستعمل الزبدة تاني لان انا هحمر القراصية والزبيب بردك. انا هحمر هنا بس الاول وسويه، وهسويه بشوربة فراخ انا مجهزاها اوريدي عندي. طبعا احنا هنحمره لغايه ما يبقى لونه ذهبي حلو، مش اكتر من الذهب اهو كده كفايه. احنا عايزين نعمل طبق حلو ومغذي في نفس الوقت اهو كده، بيبقى طعمه جميل وخفيف في نفس الوقت. من الحاجات اللي الولاد كمان بيحبوها قوي لسان العصفور، الشعرية، يعني من الحاجات المغذية وفي نفس الوقت خفيفة كده اهو. هستنى عليه لغاية ما يوصل للون الذهبي، وهجيب طاسة تانية هجهز فيها كمان القراصية والزبيب. هنجيب كده، نجيب معلقة من هنا، هاخد بردك زبده، مش هناخد يعني ناخد حاجه بسيطه كتير كده، ولازم نبقى واخدين بالنا من هنا علشان خاطر ما يتحرقش او يبقى لونه غامق، ما بيبقاش حلو يعني وهو لونه غامق بالشكل ده كده اهو بدا يغير. عشان كده لازم على طول نستمر في التقليب كده اهو، في نفس الوقت نشوف الزبدة بتاعتنا. الزبدة دي انا هحمر فيها فص ثوم مفروم، واعمل فيها القراصية والزبيب، يعني يدوبك انا عايزاهم بس ياخدوا الطعم. قلب كده حاجة بسيطة، ونحط عليه الشوربة. انا هجيب كده الثوم احطه هنا، يعني تقريبا فص ثوم كفايه قوي يتحمر، وهنحط فيه القراصية كفايه، ده كمان لونه بقى حلو. انا هضيف له الشوربه ان احنا عايزينه يستوي في الشوربه، واقلبه مع الشوربه بالشكل ده كده. هقلب كده هحط القراصية بتاعتي. القراصية احنا شلنا منها البذرة وقطعناها، بس احنا عايزين نوطي شوية، ريحة الثوم بقت قوية جدا كده. قلبها بالشكل ده كده، وهحط كمان الزبيب. وهقلب بالشكل ده كده. انا بس عايزة اديها طعم تحمير قبل ما انا هضيفها تاني للسان العصفور كده اهو، وهديها رشة جوزة الطيب كده اهو هنا،
رشه كده بسيطه. وطبعا الملح والفلفل انا هحطه هنا في لسان العصفور. طبعا احنا كده انا محتاج ان هو يتزود له شوربه تاني عشان يستوى كويس كده اهو. لو انا احتجت تاني ممكن احط شويه ميه، بس المهم ان الميه تبقى سخنه. انا هحط له الملح وهحط له الفلفل، وكمان مجهزه جزر مبشور عشان الطبق كده يبقى فيه كل المكونات الحلوه وقيمه غذائيه عاليه كده اهو. اقلبه كده واحط كمان، انا هنا هقلب تقليبه لان هنا مش محتاجه اكتر من كده، كفايه خلاص كده تمام كده حلو قوي. انا ده بقى جاهز عندي، هحطه هنا بس ايه يعني يتشرب شويه. هجيب هنا وازود فصين او ثلاثه اهي حبهان يدي طعم جميل، واظبط بس ايه مطبخي عشان المطبخ بتاعنا يبقى شكله منظم. هقلب هنا تقليبه. عندي كمان حاجه هحطها ديكور على الطبق، انا عندي لوز او عين جمل، فانا اخترت عين الجمل سواء ده او ده. احنا بس هنديله تحميره حاجه بسيطه، ناخد حته زبده صغيره بقى قوي نحمر فيها عين الجمل دي، واقلب هنا. وعايزين نبص بصه على البطاطا اخبارها ايه وروايحها هتطلع. انا عايزه اضيف بقى ده هنا كده اهو، واقلبه يعني القراصية مع الزبيب تعمل طعم جميل، والتحمير كمان هيديله طعم حلو قوي اهو. هحط فيها عين الجمل، هديله تقليبة بس كده بسيطة. هنا انا هضيف كمان الجزر المبشور، يعني طبق مغذي جدا وقيمة غذائية عالية، وفي نفس الوقت ما بياخدش وقت في السوى كده اهو. اقلب اخر حاجة هضيفها بس لما لسان العصفور يستوي خالص ويتشرب، الكزبرة الخضراء، يعني لازم انتوا عارفين اللون الاخضر لا يخلو من اطبائي، مش ممكن بالشكل ده كده. وعايزين نبص بس على البطاطا، انا هوطي بس النار واظبط كده بس مطبخي عشان نشوف البطاطا. اطباق سهله وسريعه وطعم جديد، ما ننساش ده اهم حاجه. هنبص بصه على البطاطا، فاضل لها حاجه بسيطه، جبنه ساحت كده كده. اقلبه ممكن نزوده حاجة بسيطة، مية سخنة كده، وهجهز له الطبق اللي احنا هنحطه فيه لان هو طبق سريع، وعندي اللوز او العين الجمل زي ما قلت زي سيان ده او ده او اي نوع مكسرات، او لو انتم مش حابين ممكن تستغنوا عن المكسرات، بس احنا بنحاول نعمل يعني طبق متكامل كده بقيمة غذائية كاملة. قلبه كده، هو فاضل له حاجة بسيطة قلب، هو بس عايز يتشرب الصوص بتاعه عشان يبقى جاهز عندي كده اهو. بص على عين الجمل، تحميرة بسيطة وهي كمان مع الزبدة يبقى طعمها حلو قوي.
كده اهو. انا ما اقدرش اقلب زي الشيفات يا جماعه، كده اهو نقلب. الشكل ده تالي عين الجمل كده كفايه، انا هطفي عليه. وده كده تمام قوي. هحط له اخر حاجه الكزبره الخضراء، مش عارفين مش قلت لكم لازم الرشه الاخضر كده في الاخر، حوالي معلقتين كزبره خضراء مفرومه، وهطفي عليه وهقلبه بقى التقليبه الاخيره ونغرفه سوا عشان نطلع البطاطا. ريحته حلوه قوي وان شاء الله طعمه كمان يعجبكم. انا هغرفه كده، ريحه وخفيف وطعم جميل الشكل ده كده اهو. هحط بس اخر حاجه عليه عين الجمل. ادي كده عين الجمل عليه، ادي طبقنا جاهز. نطلع بقى البطاطا بتاعتنا. قولي بس ايه، هات في الفرن. طلع البطاطا هذه بطاطا، واو جميلة وريحة حلوة، وان شاء الله كمان الطعم يعجبكم. النهاردة عملنا بطاطا محشية بالبسطرمة، طعم مختلف وجديد، حطناها سوا في الفرن، وعملنا لسان العصفور بالقراصية والزبيب وعين الجمل فوق الوش. اتمنى ان الاطباق النهاردة تكون عجبتكم، والابتكارات كمان تكون عجبتكم. وصوما مقبولا وافطارا شهيا، اشوفكم بكره ان شاء الله.